أفاد مراسلنا أن السلطات التركية أعلنت حظرا للتجول في ثلاث مناطق من مدينة ديار بكر التي تحتضنها أغلبية كردية جنوب شرقي تركيا. وشهدت محافظة ديار بكر هجمات على مقر العدالة والتنمية الحاكم، يعتقد أن حزب العمال الكردستاني نفذها إثر تراجع حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وحقق حزب العدالة والتنمية أغلبية مريحة في البرلمان بعد حصوله على 317 مقعدا من أصل 550، وهو ما اعتبره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصويتا لصالح الاستقرار في تركيا.